احنا قائمين بوقفه في جميع قطاعات مديريه الدفاع المدني في ادلب، ونحن في قطاع معره نعمان بنوجه رساله للمجتمع الدولي عن تحييد مراكز الدفاع المدني والقطاعات الصحيه والمدارس من اي قصف. طبعا قمنا نحن اليوم بهي الوقفه لنخبر العالم والمجتمع الدولي انه نحن الدفاع المدني انسانيين، لسنا اهداف. وللتنديد بقصف الطائرات الروسيه وطائرات الاسد للمراكز الدفاع المدني والقطاعات الصحيه والمشافي والمدارس. هاي الوقفه من اجل منع القصف على النقاط الطبيه والدفاع المدني والمستوصفات والمدارس. نحن دعاة سلام، ونحن لسنا دعاة ارهاب او حرب. نحن نقف الآن وقفة تضامنية مع رجال الدفاع المدني الذين قدموا التضحيات في هذا المجال، ونبقى مستمرين متعاونين مع الدفاع المدني ونشكرهم على جهوده. أشو عليك كفاء المولى؟ كفاء المولى.